صباح الخير واهلا بكل السادة المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشة الثانية. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميلة. صباح الخير يا حاتم. صباح النور هين، صباح النور مشاهدينا الكرام. باذن الله هيبقى يوم جميل علينا كلنا يا رب العالمين ان شاء الله. امبارح تم افتتاح رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي لمعجان الدولي للكتاب. هي المعرض الدولي للكتاب امبارح كان الافتتاح الرسمي زي ما حاتم ذكر، والنهارده مفتوح للجمهور ومستمره الفعاليات لغايه 5 فبراير. نشوف مع حضراتكم تقرير عن افتتاح السيد الرئيس لمعرض الكتاب في الدوره رقم 50، وطبعا ده الاحتفال باليوبيل الذهبي، ونرجع مره ثانيه نواصل. شفنا مع حضراتكم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الكتاب في الدورة رقم 50، والحقيقة انه الهيئة العامة للكتاب اختارت جامعة الدول العربية ضيف شرف هذه الدورة، وايضا اختارت شخصيات بتمثل الثقافة المصرية علشان يكونوا هم شخصيات هذا العام في المهرجان. الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة الأستاذة سهير القلماوي هم الشخصيتين في المهرجان هذا العام. معرض الكتاب بيضم 1724 ناشر من 35 دولة على 24000 متر مربع و1300 فعالية في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. كما أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مشاركة 35 دولة، منها 10 دول أفريقية وثلاثة منها بتشارك لأول مرة، هي كينيا وغانا ونيجيريا. طبعا أهمية معرض الكتاب أنه بتشجع الناس على اقتناء الكتب وأيضا نشر الثقافة ما بين السادة المواطنين، وحرصا لذلك أكدت وزارة الثقافة أنها خصصت جناح للإصدارات المنخفضة، واللي بيبدأ سعرها من جنيه واحد لخمسة جنيهات، وآخر للناشرين المصريين يبدأ سعر الكتاب به من جنيه واحد حتى 10 جنيهات حتى يكون الكتاب في متناول الجميع. تيسيرا على الزوار تم تحديد سعر التذكرة أو زيارة المعرض ب 3 جنيه فقط، كما تم توفير عدد 70 خط أتوبيس بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لخدمة رواد المعرض بواقع 7 خطوط، ويعمل على كل خط 10 أتوبيسات بثمن تقاطر 15 دقيقة كحد أقصى بسعر
5 جنيه فقط للتذكرة. يعني في تيسيرات كبيرة جدا للسادة المواطنين لتسهيل وصولهم لمعرض الكتاب، لأنها طبعا بتعتبر من أهم الفعاليات الثقافية اللي بتقام على أرض مصر. وطبعا على مدار الأيام اللي بيكون فيها المهرجان بنلاقي فعاليات ثقافية، بنلاقي عدد من الناشرين، بنلاقي عدد من الكتاب بيعقدوا عدد من الندوات الثقافية في كافة المجالات، وطبعا في جزء ترفيهي للأطفال، وكمان في ندوات خاصة بالأطفال. وطبعا ده يعني فسحة جميلة للأسرة المصرية، وخاصة احنا في فترة اجازات نص السنة، فان شاء الله بإذن الله يبقى فيه اقبال شديد على المعرض، وطبعا اهميته بتقاس من اقبال السادة المواطنين عليه. الحقيقة على مدار السنين اللي فاتت كلنا استمتعنا بمعرض الكتاب، وان شاء الله كمان السنة دي يبقى فيه اقبال شديد من الجمهور وتيسيرات للحصول على اكبر كم من الكتب كمرجع اساسي للثقافه. صحيح، فلو حضرتك فاضي النهارده وما عندكش حاجه، يمكن الشمس طالعه حلوه جميله، البيوت بتبقى برد شويه هنا جدا، فحضرتك ممكن تاخد اسرتك الكريمه وتتوجه لمعرض الكتاب، تمضي يوم جميل ظريف هناك، تشوف الفعاليات وتقرا وتشوف الكتب وتعلم ولادنا تاني ان هم يرجعوا يقروا من الكتاب نفسه، مش من السوشيال ميديا زي ما احنا او من الموبايل فون او من اللابتوب او كده، عشان خاطر يحسوا بمتعه القراءه. خلينا نروح لخبر تاني، خبر بيبين قد ايه ان الرياضه مهمه يا هند، طبعاً ممكن تستخدميها في حاجات كتير جدا. وزير الشباب والموارد المائيه ووزير الشباب والموارد المائيه ومحافظ اسوان بيشاركوا في ماراثون حافظ عليها تلاقيها، دي المايه طبعا. تفاصيل الخبر، شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ودكتور عبد العاطي وزير الموارد، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه، واللواء احمد ابراهيم محافظ اسوان في ماراثون رياضي تحت شعار حافظ عليها تلاقيها للحفاظ على المياه. شارك في الماراثون ما يخرج من 1000 شاب وفتاة في محافظة أسوان، وبدأ الماراثون من رمز الصداقة المصرية الروسية حتى متحف النيل بطول 10 كيلومتر. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا التجمع الشبابي الكبير والذي يهدف إلى نشر فكر وثقافة الحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن الرياضة تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وكذلك نشر الوعي الثقافي في مختلف المجالات. الماراثون بيهدف إلى نشر الوعي للحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن المياه أمن قومي لمصر والحفاظ عليها أصبح ضرورة ملحة. وعلى هامش المشاركة في الماراثون تم زيارة رمز الصداقة المصرية الروسية وافتتاح وتفقد متحف معدات السد العالي ومتحف النيل، حيث اصطحبهم في هذه الجولة المهندس حسين جلال رئيس مجلس إدارة هيئة السد العالي وخزان أسوان، الذي قام بشرح شامل لما يحتويه متحفي معدات السد العالي ومتحف النيل. طيب معانا خبر تاني كمان، يمكن اخر خبر معانا، وزيرة البيئة والسياحة تكرمان اول دفعة من المرشدين السياحيين بعد اعتمادهم من قبل وزارة البيئة. ده خبر مهم كمان، وتفاصيل الخبر بتشير الى ان كرمت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اول دفعة من المرشدين السياحيين المعتمدين من قبل وزارة البيئة لتقديم الارشاد البيئي المنضبط داخل المحميات الطبيعية، وذلك على هامش تدشين أول محطة للخلايا الضوئية لإنتاج الطاقة الشمسية في الفنادق المصرية بحضور ممثلي من الجهات المعنية. وأكدت وزيرة البيئة أن لأول مرة يتم الاستثمار في البشر وتنمية قدراتهم لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال برنامج إعداد وتأهيل المرشد السياحي البيئي، واللي بيهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تدريب المرشدين وإمدادهم بالمعلومات السليمة عن جميع الموارد الطبيعية كحياة البرية والبحرية والجيولوجيا والطيور المهاجرة، لتعظيم مفهوم السياحة المستدامة وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة لحماية وصون الموارد الطبيعية كحق للأجيال المستقبلية. وطبعا ده نوع جديد من انواع السياحه اللي ممكن ان احنا نهتم بيه، لان احنا عندنا محميات طبيعيه منتشره في كافه انحاء مصر، والحقيقه انه اللي بيجيها هم بس المتخصصين بيبقوا عارفين السياحه البيئيه. لما نبدا ندرب المرشدين السياحيين على المعلومات المختلفة عن السياحة البيئية وأنواع الطيور المهاجرة اللي ممكن تكون موجودة، أنواع المحميات الطبيعية الموجودة عندنا في مصر، ممكن تكون جاذبة لفئات أخرى من السياح، وبكده طبعا بنفتح سوق جديد للسياحة المصرية وهي السياحة البيئية، وبتعتبر على فكرة من أغلى أنواع السياحة في العالم.
صحيح. طب خلينا نخش على فقراتنا النهارده، عندنا فقرتين باذن الله يعجبوا حضراتكم. الفقره الاولى نتكلم فيها عن دور الشرطه في مكافحه الارهاب بمناسبه اعياد الشرطه 25 يناير عيد الشرطه، وده تخليد لذكرى مقاطعه الاسماعيليه سنه 1952 واللي راح ضحيتها 50 شهيد من شرطتنا البواسل. الفقرة الثانية هنتكلم على الترويج للسياحة في محافظة أسيوط. الحقيقة دايما بتبقى موجودة على الخريطة السياحية المحافظات الشهيرة الأقصر، أسوان، اسكندرية، إسماعيلية، بورسعيد، ولكن كمان عايزين نفتح الآفاق أكتر لأنه الآثار المصرية موجودة في عدد كبير من محافظات مصر. النهاردة هنتكلم على السياحة في أسيوط، ودي مبادرة بيقوم بها مجموعة من طلبة كلية إعلام، والحقيقه ليهم مجهودات كبيره هنتعرف عليها اكتر من خلال فقرتنا القادمه. طيب نطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع على طول نبتدي باولى فقره، يلا بينا. عالم الجمال في مصر جميله مع الاستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.